رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الفعاليات في شهر مارس كثيرة وفي منطقتنا الشرقية، متعرف أكثر على مشروع زراعة منطقة شيص الجبلية في هذا التقرير. افتتحت بلدية مدينة خور فكان بالتعاون مع المجلس البلدي فعاليات أسبوع التشجير 37 تحت شعار معا فلنزرع الإمارات في منطقة شيص الجبلية. ألقى سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة الكلمة الافتتاحية للفعاليات، أكد فيها على حرص المجلس وبلدية خور فكان على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة فيما يخص الحفاظ على البيئة المستدامة وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال هذه المبادرات البيئية الهادفة. تضمنت فعاليات أسبوع التشجير إطلاق أعمال المرحلة الأولى من مشروع زراعة أشجار السدر بمنطقة شيص الذي يهدف إلى زراعة أكثر من 1500 شجرة سدر في جبال شيص على امتداد طريق خور فكان شيص دفتة الذي يعد جزءا رئيسيا من مشروع طريق خور فكان الشارقة. تضمنت فعاليات أسبوع التشجير توفير شتلات للزهور والنباتات المحلية والأجنبية على تعددها في صورة تصميمات جمالية نالت استحسان الحضور، كما تنوعت فقرات الافتتاح بين الاستعراضية الهادفة لتوضيح قيمة ورمزية الشجرة للفرد وللمجتمع. نظمت البلدية على هامش الفعاليات معرضا بيئيا متكاملا شاركت فيه العديد من المؤسسات المجتمعية منها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، الحديقة الإسلامية، والعديد من المشاتل الخاصة، فضلا عن ركن للأسرة المنتجة والمهن التراثية. شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام اللي يتكلم عن منطقة شيص الجبلية. منطقة شيص حقيقة يمكن من المناطق الجميلة في إمارة الشارقة. نعم، ودائما تكون فيها مبادرات وخاصة تزامنا مع مبادرة التشجير 37، والحلو أن شفنا موظفي بعض الدوائر ومدراء بعض الدوائر قاموا مثلا بالتعاون مع الطلاب بنشر ثقافة التشجير بالتعاون معهم. نعم. لزراعة بعض الأشجار والورود أكيد مثل ما ذكرت لنشر الثقافة البيئية بين جميع الفئات العمرية بجميع الفئات، نقدر نقول حتى في المدارس. مشاهدينا من منطقة شيص الجميلة إلى مدينة كلباء وبالتحديد إلى مدرسة أم الفضل اللي نظمت مهرجان أم الفضل غير في شهر الخير، التفاصيل في هذا التقرير. نظمت مدرسة أم الفضل بنت حمزة لتعليم الأساس في مدينة كلباء بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مهرجان أم الفضل غير في عام الخير بحضور سعادة صالح عبيد غابش مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وعددا من مدراء المنطقة وبمشاركة المؤسسات المجتمعية والطالبات. في هذا اللقاء اليوم كان طبعا النموذج او الحديث كان عن كتاب جواهر بنت محمد القاسمي رحلة الأمل والإنسانية. هذا الكتاب يقدم نموذج للمرأة المعطاءة، المرأة التي لا يقف أمامها أي حاجز دون أن تكمل مسيرتها نحو هدف، وهو هدف إنساني، هدف يعني يحمل كثير من القيم الإنسانية. استهل الحفل بجلسة حوارية قدمتها سعادة صالح عبيد غابش وتمحورت حول ثقافة الخير في مجتمع الإمارات وعن أهم ثلاث ركائز لعام الخير بدولة الإمارات، ونوقش كتاب رحلة أمل عن الشيخة جواهر بن محمد القاسمي والتي تعتبر نموذج المرأة الإماراتية المحتذى بها في الدول العربية والإسلامية، كما تحدثت عن الجولة الإنسانية مصحوبة بالمبادرات في هذا المجال.
هذه المبادرة الذي أطلقها سمو الشيخ خليفة بن زايد ومحمد بن راشد وجميع حكامنا، ولوينا اليوم بالذات إحنا سلطنا الضوء على نساء الإمارات، بدءا من سمو الشيخة فاطمة والشيخة جواهر. وكان لنا عرض مبارك وشرفنا بعرض كتاب سعادة صالحة غابش مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخة عن رحلة الأمل والإنسانية. اختتمت الجلسة بالتكريم من سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وسعادة جاسم حسين بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء لجميع الرعاة والمساهمين للحفلة. وتضمنت بعدها الاطلاع على الورش كورشة باب سلطان وورشة فن الخط العربي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير يتكلم عن ثقافة الخير، ثقافة العطاء، بما أن اليوم حلقتنا موضوعها عن ثقافة الخير. الجميل يعقوب أن نقدر نقول الناس القياديين أيضا الحلو منهم أنهم يشاركون الطلاب والطالبات لنشر هذه الثقافة. يعني مثل ما شفنا سعادة صالحة عبيد غابش موجودة كانت في مدرسة أم الفضل لنشر هذه الثقافة بين الطلاب والطالبات، وبالأخص كانت في هذه المدرسة بين الطالبات. نعم. منذ الصغر. صحيح، يمكن مثل هالمبادرات عايشة خصوصا احنا في عام الخير جميلة تكون مثل هالمبادرات في المدارس لزرع خلنا نقول الخير وحب الخير في أبنائنا وبناتنا، خصوصا في خلنا نقول اللي هي فئة الأطفال. نعم نعم. طبعا والحين مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مبادرة حياتك أمانة التي أقيمت بالمركز الثقافي في مدينة دبل حصن، تفاصيل أكثر في هذا التقرير. نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة احتفالاً بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد 34 تحت عنوان حياتك أمانة، أقيم بمركز دبل حصن الثقافي بحضور العقيد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب عدد من ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات والجهات المشاركة والراعية للاحتفال وطلاب المدارس. تضمن الاحتفال عدداً من العروض، منها عرض للرقصات الشعبية وأوبريت توعوي بعنوان شرطي المرور، بالإضافة إلى مسرحية حياتك أمانة وعرض فيلم وثائقي عن الحوادث المرورية. وتم تعريف الحضور على مهام إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة. كما قامت الشرطة بتكريم السائق المثالي محمد عبد الرحمن حسن. كانت في عروض تقديمية للمدارس بمشاركة المدارس، وكذلك معرض تعريفي عن أسبوع المرور وعن وسائل الوقاية من أسبوع المرور. طبعا حاليا نحن نعرف أن هناك حوادث كثيرة تقع ويروح معظم الشباب أو كثير منهم ضحايا لهذه الحوادث. اليوم القيادة العامة شرطة الشارقة كرمت أحد السائقين المثاليين، وهو أول مرة يكون مثلا شخص معاق وجالس على كرسي متحرك، فهو أيضا كان مصاب من حادث سابق، وبالتالي اليوم تم تكريمه لأنه لم يرتكب أي مخالفة منذ أن أصبح مقعدا. تجول العقيد محمد راشد بيات داخل المعرض المقام على هامش الاحتفال الذي ضم عددا من الأجنحة الخاصة والجهات المشاركة كمركز الناشئة ومركز الطفل بدبل حصن ودائرة التنمية الاقتصادية ومركز دبل فجيرة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وعددا من المدارس الحكومية. شاهدنا هذا التغيير مشاهدينا الكرام متزامنا، يعني خلينا نقول في أسبوع المرور جت هذه المبادرة حياتك أمانة. فعلا حياتك أمانة، يعني خلينا نقول لتوعية الناس بأهمية خلينا نقول الالتزام بالقوانين المرورية والتجنب الحوادث. أكيد، وكان شعار هذه السنة مثل ما ذكر يعقوب حياتك أمانة. طبعا مشاهدينا شهدنا هذه الافتتاحية أو هذه الفعاليات والأنشطة في المنطقة الشرقية، جميع نقدر نقول المدارس مشاركة، جميع الجهات مشاركة لنشر الثقافة المرورية بين الطلاب والطالبات وبين جميع الفئات العمرية. والحلو أن هنالك تشجيع أيضا للسائقين الملتزمين، يعني السائق الملتزم بيحصل على جائزة
في هذا الأسبوع. والسائق الغير ملتزم راح يحصل مخالفة. نقاط سوداء. نعم. والحين مشاهدينا ننتقل إلى مدرسة فاطمة بنت عبد الملك اللي افتتحت فيها أمس القرية التراثية. التفاصيل في هذا التقرير. حياكم الله، مرحبا بكم في دكاننا، دكان زمان أول. تفضلوا تفضلوا، كل شيء عندنا رخيص وبربية بربيتين. نظمت مدرسة فاطمة بنت عبد الملك للبنات للتعليم الأساسي بكلباء قرية تراثية، حضرها مجموعة من مدراء ومسؤولي الدوائر الحكومية وأولياء أمور الطلبة والطالبات. احتوت القرية التراثية على العديد من المقتنيات والأدوات التراثية التي كان يستخدمها الأجداد لتعريف الطلاب على الماضي وتراثه المتجدد. طبعاً إحنا لاقينا أقبال أول شيء جميل في هذه المدرسة بحضور جميع الإدارات وبحضور زهرات هذه المدرسة الجميلة، فيها تنوع كثير، تنوع من باب التراث، من أشياء القديمة اللي ذكرتنا بأشياء كثيرة نقدر نقول لها هي أبانا واللي أسسوا لنا طبعا هذه المدينة وهذه الدولة بشكل عام. قدمت الطالبات فقرة الرقص الشعبية والألعاب الشعبية القديمة التي كان يستمتع بها الصغار قديماً، وبعدها تجول الحضور في أركان القرية والتعرف على المحلات القديمة والدكاكين والمطابخ، كما عرض مشهداً للزهبة التي تحتوي على الملابس والعطور وكل ما تحتاجه المرأة في عرسها، بمشاركة عدد من الفتيات ببعض الأهازيج الشعبية. سررنا بما قامت فيه هذه المدرسة من فعاليات ومبادرات متميزة من تراث الأجداد، تراث الأمهات، تراث الآباء والأبناء، من حيث الملابس، من حيث الأشياء المستعملة المنزلية، من حيث الأدوات المتميزة التي اندثرت قليلا منها وما بقي إلا القليل. فصراحة هذه المبادرة تعيدنا وتعيد ذكرياتنا إلى الماضي. تسعى إدارة المدرسة والمعلمات لإبراز العمل التراثي بشكل متكامل لتجسيد حياة الماضي وإحياء مفردات التراث الذي يعبر عن روح شعب الإمارات ووجدانه وعاداته وتقاليده ونمط حياته. مشاهدينا طبعا كانت مبادرة جميلة من مدرسة فاطمة بنت عبد الملك لتعريف الأطفال التراث، بتعريفهم حتى اللبس التراثي، الأكلات التراثية، الألعاب التراثية، وكنا نتكلم عنها أمس مع الوالدة أو فقرة الوالدة الشيخة الوالي. طبعا جميلة مثل هذه المبادرات لتعريف الأطفال الأمور التراثية. نعم صحيح. ومن بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برامج صباح الشرقية. إن شاء الله مشاهدينا باكر بكم ملتقانا الساعة 10:30. مع السلامة.